مرحبا بكم. الأيام هذه خلينا الجردان والبوشية والليلة خرجنا بنا. على كل حال منت بولونجي منت خباز معنا شريفة، لولا الخباز ما ناكلو الخبز. أما كاين ناس اللي يمتهنوا تجارة مهنة الخباز، حرفة الخباز، ويحشموا بها. وعلاش يحشموا؟ علاش ما يقولوش أنا خباز؟ هذا ينطبق على سي العربي زيتوت. نذكر لما قاسم تاع الاتجاه المعاكس في الجزيرة كان على البلاتو زيتوت وقال، لأنه دائما يقدموا كدبلوماسي، أنا كنت كتبت في مجلة وقلت يعني السيد هدايا ما عنده حتى مهنة أخرى، يعني زملها أمانتو أنه خباز، وعلاش ما يقولش خباز؟ ففيصل قاسم تاع الجزيرة قال نعم محمد العربي زيتوت خباز، وأنا دخلت عنده في بريطانيا في لندن وشريت عنده الخبز. زيتوت وجهه صفار، يعني حبط راسه، المفروض يقول وي أنا خباز، ويراو العيب. هو العيب تاع زيتوت، الشيء اللي يحشم به زيتوت، هو أنه من أين لك هذا؟ أي أنت تتكلم على عصابة يسرقوا في الأموال ويروحوا يحلوا تجارة ويشروا العقار في الخارج، أنت منهم، أنت منهم. سي صح، أنا قارن روحي، حتى ما كانش لا مجال مقارنة بين الأسد والجرد، إنه هذا جرد من الجردان هذا. أنا لما عرفت النظام عرفته في الجزائر، السجلة الأولى غلقوها لي داوها لي، السجلة الثانية غلقوها لي، السجلة الثالثة غلقوها لي، أحكام بالسجن، أربع أحكام بالسجن، وأنا في الجزائر. من بديتها أنا خديت لارادياسيون ديالي من الجيش في 16 أكتوبر 1992، يعني كنت من أكتوبر 2090 وأنا رافض العمل وطالب الخروج من الجيش. لو كنت كما أقول لك ديزيرتور فار، ما نقعدش في الجزائر وندير جريدة، خرج في أكتوبر ديسمبر ندير الجريدة وبديت نضرب. والمقال الكبير اللي ضربت به هو مقال حول نتائج لجنة بوشعيب، محمد بوشعيب اللي حقق في اغتيال محمد بوضياف. المقال هذا كان مازال موجود، تروح للمكتبة الولائية تاع قسنطينة، المكتبة الوطنية في الجزائر، تطلب جريدة الأصيل، توجد فيها المقال في ديسمبر، مو في شهر ديسمبر، المقال لي بعنوان لي نون دي دو رابور دو لا كوميسيون بوشعيب، الشيء اللي ما قالوش تقرير لجنة بوشعيب. كتبوا داك ما كانش مخبي في ليبيا، ما كانش في الوقت هذاك، كان العربي زيتوت في ليبيا يروج للنظام، يدير في دعايه للنظام. شكون اللي يمشي اون بوست في هذيك الفتره من دبلوماسيين او غيرهم الا اللي يخدم للنظام وماشي يديروا دعايه للنظام؟ ما نقولش راح نعرف في النظام في ليبيا قبل ما يمشي اون بوست. هذا ما يقدرش يقول لي لا زيتوت يعرف اني كنت ضابط في المخابرات، وربي شرف، وهذا شرف بذلك. انا كنت نخدم في الجزائر لما كنت الجزائر باش تلغى، نهار اللي شفت باللي كاين انحراف قال ستوب، قال اخر عندي شجاعه، وكان عندي 35 سنه في عمري، كنت صغير،
ستوب. وكنت في منصب اللي يحزنني عليه الكثير، لو كان في كان فيه زيتوت راه يرابع على يديه ورجله يحبو باش يبقى فيه. ماشي نروح نقول راني راجل، نعطيك بالدليل، انا بالدليل هذا ما كان، نعطيك لانه شيء مازال موجود، كتابات مازالت موجوده. هذا دونك انا ما جيتش المعارضه بعد ما كنت اون بوست ا ليترونجي، كما زيتوت كان اون بوست ا ليترونجي في ليبيا. وقتاش راح ليبيا؟ في 92 مع الانقلاب، مشى في سبتمبر 92، يعني 9 شهور بعد الانقلاب. يعني هو كان في النعماء، كان يمشي يروج للانقلاب، للانقلابيين. ومن بعد يتكلم على الانقلاب، على الاراده الشعبيه، وبداها الناس يقول لك منافقه والنفاق والله. بالو الناس ما تفيقلوش، لا انت حبيت تجيب روحك تكشف ارواح نعريوك. هذا هو لا. السيد مشى وكنت قلتها، ما يقدرش يكذب، يقول ما هو قدم روحه على اساس انه دبلوماسي سابق. اي وقتاش كنت دبلوماسي سابق؟ واش من عام كنت برا؟ كان في ليبيا من 92 حتى 95، دار 3 سنين. قالوا له تدخل. راجل ما كان لا معارض لا كذا لا والو. ما كانش عنده الشجاعة تاع ذاك، انا كنت داخل جهاز المخابرات. والحاج محمد طاهر عبد السلام مازال له حي. يعرف مواقفي السياسية كنت نعبر عليها وانا داخل الجهاز. يعرف. مازال حي، كولونيل كان ذاك الوقت، كولونيل، بخاري، بالقاسم بخاري اللي كان وكيل الجمهورية في المحكمة العسكرية، يعرف شي مواقفي ونعرف أنا شي مواقفو، كنا نتلاقيو يجي عندي للمكتب ونتلاقيو وما نخليو وما نبقيو في الشادلي وفي العربي بالخير وفي النزار، وحنا كنا ضباط كنا نقابة. هو ما كانش كان يخاف يدير هذا الشيء هذا، نفس كان حنا كنا داخل جهاز الامن وننتقدوا في النظام. نعم كنا شفنا النظام انحرف، تبقى على خير مستريح ما قعدش. هو ما دارهاش، هو لما انتهت الفتره تاعو حب يديروا معاه بيستون لانه خدم بزاف، انه شيت بزاف. ما يقدرش يقول بلي ما كانش ياخذ تعليمات من مسؤول مكتب الامن في طرابلس، من المستحيل انه ما ياخذش تعليمات. ما يقدرش يقول ما كنتش ندي التقارير على الجزائريين اللي في ليبيا المسؤول مكتب الامن في طرابلس، ما يقدرش اللي خدمته، ما يقدرش يقول ما كنتش نشيت مسؤول مكتب الامن في طرابلس، ما يقدرش يقولها. خدمت في الداخل كيشوف لا جيدون تاع مكتب الامن، ماشي المسؤول كان نقيب ذاك الوقت، يقول لا كشف لا جيدون يرتع عندنا قدامه ويشيد له. هذه هي حياه الدبلوماسيين اللي يمشيو في الى حد الان، الى حد الان ما تروح شوبوس اليترونجي باش دير دراهم انت بلا ما تمرخص، والله ما تشعلها، وزيد تصرف سيادك، تصرف على سيادك، ما فيها اللي بعثك تصرف عليه، عرفوها مليح هذه يا سيدي، تقدرش تلعبها معايا. بون، لما انتهت العهدة تاعو، قالوا مزيدوني عام، لأنه مرته قالت له يا ولدي احنا هو كان يسكن في بجراح دو، يعني كانوا هذه بجراح دو، كانوا دايرينها للناس اللي يخدموا لي كادر زعما، حاطينهم في بجراح دو، وبجراح اون فاس بالشعب الزواني، ولاد بجراح يعرفوا مليح هذا الحي هذايا. مرتو قالت له روح لبجراح يقتلوك، سي نورمال كان سيبلا لانه كان يخدم دبلوماسي، يعرفوا دبلوماسي، دونك السيد كان مع النظام. طلب هو قالوا والو باتيستون
بزاف يرام من شيتو يحبو حتى ما يروحو. دار ما دار كيشف ما كانش السيد هز باجاجو وطلع لندن شرا بولونجري اللي هي انا بغيت نقولها يحسب بها نقولوا منين جا دراهم تاع الجزائر لما كنت خدم زفاف عند مسؤول الامن تاع السفاره الجزائر في طرابلس. ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تقول لا. انا النهار اللي مشيت فرنسا ما مشيتش لاني كنت بوست على ترونجر، انا كنت في الجزائر في الجريده الاولى قعدت من ديسمبر 2090 الى نوفمبر 3 نوفمبر 1992 الى نوفمبر 1993 كانوا عندي فيها ديجا ثلاث احكام بالسجن بسيرسي. ديسمبر 3 نوفمبر 93 مارس 94 ندير جريده اخرى. اوت 93 يغلقوها لي. نوفمبر اوت 94 غلقوا لي مارس 94 دونك الثانيه اوت 94 غلقوها لي. نوفمبر 94 نزيد ندير أسبوعية لأنه ما كانش دابا باش ندير يومية وما كانش إشعار وما كانش كذا وما كانش ندير أسبوعية والمطبعة تاع خصنا راضة تطبع لي نخدم الأمر ما يتبعوليش طلع الجزائر ونطبع في لابريمري تاع الجزائر ماشي تاع اللي يديروا اليوميات نطبع بالدوبل يحسبوني 8 دينار للنسخة والآخر يحسبوا 4 دينار. المهم العدد الاول حبسوني الثاني رفدوني قرب في قدامي الباركي تريبيونال كدا طحت في قضية تحقيق وتكلمت عليه وشدوا شهادة حق في لامافيا دي جينيرو ولدو اتصل بيا ما عندوش عنده واحد ربع سنين ثلاث سنين يقول لي بابا شكرك قلت بارك الله فيك شكرته لانه قالوا له ديروا في الحبس قال لي ما نديرش الا شفتو شفتهم خرقوا خمس قوانين باش جابوك لهنا قال لي انا كان درت في الحبس ما باش نخرج. المهم قيد اللي دار لي رقابه قضائيه وكذا كان انسان في حل الاستاذ حاجي دروك راهو محامي نظن في الجزائر. المهم قعدت وليت نخدم الكوتيديان دو باري كمراسل. هذا هذا الزيتون يقول لي هشام ما عندش علاقه بالصحافه كيفاش انا درت الصحف وخدمت لما كنت هذا باش نقول له هذا الزيتون لما كنت انا صحافي على 19 سنه في عمري 19 سنه في عمري سمعت انت كنت تلعب في الكراكب كنت تلعب في الكراكب. انا دخلت السنه الاولى المدرسة الوطنية العليا للصحافة نقرا منها ودخلت صبت أول فرصة باش نخدم جينا ساكسيون راح نخدم فيها أسبوعية. بعدها رحت للجمهورية كان عندي 21 سنة ونص في عمري. بعدها مشيت للهدف وخيك يلعب دروات غوش الجمهورية لما تعربت كتبت فيها بالعربية ومن بعد رحت للهدف باش نبقى في الصحافة الرياضية وكنت مسؤول مكتب العاصمة ومازال محيين الصحافي اللي يخدموا معايا عمر كروم راهو في المنف مجاهد يزيد وهيب بونز باسكو وين رحت كان دايرين مع بعض في جوناس اكسيون حقني في الهدف حقني الناس اللي صحافينا بنشيكو محمد بنشيكو كان معايا في الهدف رضوان بن دالي معروف تلفزيون كان معايا في الهدف يجي زيد تقول ما عندش علاقه بالصحافه ها وهذا اللي يكشف روحه باللي هذا كذاب ودوك من بعد هو يستعرض بلي انا صحفي هو دوك تسمعوه كيش يقول انا صحفي دونك سي انا لما بعد مشيت طلعت باش خدمت دونك قلت دو باري كمراسل
محاولي بطاقه الاعتماد، قعدت نكتب حبوا يدوني الحبس على اساس بتهمه التخابر مع قوى اجنبيه. واش دخل نكتب في جريده بدون اعتماد؟ قلت لهم انا كي داروا لي بطاقه الاعتماد قلت لهم مانيش محتاجها، انا نكتب بالستيلو ما نكتبش بالبطاقه وين نروح نوري البطاقه. كان عندي ذاك الوقت 30 سنه ولا نروح وين ما نمشي الناس تعرفني، مانيش محتاج باش عمري ما جبت بطاقه. انا الناس تعرفني صحفي ملي كنت صغير، يعني نكتب كنت الهدف وما زال الجماعه اللي يخدموا في الهدف. كنا عمر نصو كان عجال الهواري وعباس مدجاجي راهم يسمعوا فيا وكانوا معنا معايا ما كانوا في الجمهوريه، خدمت معاهم في الجمهوريه وهذو صحفيين قادرين. لما كنت انا في الليسي على 10 تاع الصباح نخرج باش نروح نشري الكيكيوس في لوساندي اون فاس ماتريبولي بيع الجمهوريه. دي فوا كي ما لحقش الجورنال نمونكي ساعه باش نشري الجمهوريه. ذاك الوقت كنت تلميذ ونقرا مقالات عباس الدجاجي وعجل الهواري ساعات حياته تاع بان سيبو في سبع حفاف بان سيب روحي معاهم وانا صغير وتعلمت عليهم المهنه باش يجي لي زيتون يقول لي ما عندك ما يقولوا ما عندوش علاقه بالصحافه. ها هو الكذب بين راه انا ما نكذبش عليه زيتون، اذا كان كلمه قلتها عليه ذب يتفضل. ونزيد نقول له العربي زيتون راح ندخلك في مزبله التاريخ لانه الكتاب مازال ما كملتوش، وهذا الاخر المنعرج تاعك سيسجل في التاريخ واندساسك سيسجل في مزبلة التاريخ. انا داير نخصص لك صفحتين او ثلاث صفحات في الكتاب. شتي الشرف اللي نديرو؟ نشرفك، هذا شيء كبير بالنسبه لك، ولكن في مزبلة التاريخ نفرحك كاع اللي نقول فيه. وبالتالي انا مانيش تاري نهضر كيما زيتوط يجي يتكلم هذاك يتلغبب وعلى باله باللي مانيش قادر نشكي به بتهمة القذف والوشاية الكاذبة على خاطر شغل ما عندي لا عنوان ولا تاريخ ميلاده ولا لافيلياسيون تاعو ما عندنا. دونك هذوك الناس تعرف شكون تصدق وشكون ما تصدقش، تعرف شكون يكذب وشكون يقول الصح، هذا ما كان. دونك خلي بصح انا نقول لك عندك فرصة باش تقاضيني، لأنه الكلام اللي نقول فيه الآن سينشر غدا بإذن الله في صحف إلكترونية وصحف ورقية، وعندك دونك كل الإمكانية باش ترفع قضية ضدي وضد الصحف هذو. وإذا كنت نكذب تضرب مصروف كبير يا أخي، ما تحب الدراهم تضرب مصروف كبير. فوالا دونك شوف العكل، الفرق بيني وبينه هو يجي يحط الكاميرا بيتلغبب ويكذب وهذيان، وأنا لما نقول كل كلمة نوزنها، لأنه إذا خرجت كذبة واحدة كل شيء يروح. كل كلمة نوزنها ونزيد ندونها، وبالتالي نعطي له فرصة. إذا أنا نكذب عليه نفتري عليه يرفع دعوة ضد الصحف اللي تنشر لي ويرفع دعوة ضدي أنا كذلك، ويرفع دعوة ضد الناشر لما يخرج الكتاب. شوف كيف تكون فرصة، هذه راح يدير بها ثروة كبيرة، يشري بولونجي واحد اخرى ولا يشري بيسري هذا واش يعرف يدير؟ ماهوش قادر يدير حاجه اخرى. العربي زيتوط عمره ما كتب مقال ولا كتب كتاب ولا ما يعرف لا عربيه لا روميه، ما شفناش يكتب، ما قريناهوش. يكتب في الفيسبوك كيف كيف اي مواطن، ويكتب زوج كلمات وكذب، باسكو درك نجبدوهم من بعد بالكذب. المهم دونك نرجعوا، هو لما غادر ماشي لحق من المعارضه، غادر وباقي يستنى كاش ما يعاودوا يعيطوا، شرا بولونجري باتيسري ودار وتكسر ودار جنسيه بريطانيه ليه ولمرته ولاولاده. شفت كيفاش فرق؟ اما وخيك حبط 1500 فرنك في راسي، يعني ما با 100 يورو
هبط بها، كان ذاك الوقت الفرنك الفرنسيان ديال 60 يورو 90 يورو، هبط ب 90 يورو في المكتب 1500 فرنك فرنسي. ويكثر خير الرجال واللي ذكرتهم حفله ما فيها جيرو منهم طيب وافي، وهديت له عمل اهداف الكتاب يعني طيب وافي حسان مواطن بسيط خدام حزام صبته لانه راجل وفحل محمد الزابي ويكثر خيره. والمهبط هبط عند عزيز مختاري، شو نعطيك الاسماء تاع الناس اللي مشيت عندهم وهزوني؟ شت كاين الفرق ما بيني وبين واحد نصاب يدعي المعارضه؟ نهبط ما كان والو في مكتوبي، بعد شمرت على دراعي ونكتب وصبت الكوتيديان دو باري. دونك ديت عاوز من بعد حبس بورس بلوس، كنت في بورس بلوس نكتب الله يبارك المقال 250 اقيم 250 يورو المقال، ندير اربع مقالات في الشهر خمس مقالات عندي 1000 يورو 1250 يورو. انا نعطيك انا كيش نعيش. شوف الفرق بيني وبين واحد داير بالمعارضه سجل تجاري. انا لما خرجت لا مافيا دي جينيرو كتبته واش درت بدراهمه؟ بالرغم من انه عرضوا عليا 300 مليون قال لي روح على ريستورون على قهوه على الكوميرس، ما جيتش ندير هذا الشيء. راه مازال الناس يكثر خيرهم انهم عاد القسطل اللي يخرج فرونس 24 وقف معايا في المجله، درت مجله راسين دو ترومان ودائما طيب وافي كيف كيف كان وقف معايا وخرج منها تسع اعداد عند تسع شهور وحبسنا ما كانش اشهار ما يعطيناش اشهار كمجلة بورتون مستوى عالي. وديجا في التوزيع حبوا يقتلوها لي ميساجري على القصة نشفى عليه. كان احنا نوصلوا للمطبعة باش نصحوا لي زيبروف وكذا، يجيب الماكلة ويجيب القهوة وكذا ويجي ويقرا خص موضوع اكتبوا هذه صححها هذه دير هذه دير. كانت رجال زيتوتي عارف ان المعيشه هذه ما يعرفهاش البولونجي تاعو ما يخدمش فيها الجزائريين باش ما يعرفوش ما يشوفوش ما يكتشفوش. نعم فرق كبير 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 ما بعد السماء على الارض. اش بعد منك على بوص بيبيط؟ اش بعد منك على بوص بيبيط؟ الوغ دونك نجولسي خونا وقتاش بانسي لا سي سيتوت في اليوتيوب بالدراهم. انا اليوم راه ندير بلا دراهم صافي، درك عنده فوق الشهر اليوتيوب ما يدخلش دراهم. احنا هنا رساله اعلاميه لا اكثر ولا اقل. هو لور دار يوتيوب ويزيد يسرق وكان ياخذ نسبه مئويه من عند امير ديزاد. نحبسوا هنا وبعد باش نتكلموا على زيتوت. هل زيتوت معارض؟ كاين ناس يقول لك معارض ومعارضين ضربوا في بعضهم. لا باش ضربوا، انا راني نكشف في واحد مندس نعطيك من الادله شي تاع العربي. زيتوت كنت تكلمت عليه رديت عليه لانه العربي زيتوت يعمل دائما باش ما يقطعش شعرة معاويه مع النظام، وكيسيب فرصه باش يضرب صحفيين او معارضين يضربهم. وعمره وانا نقول لكم جيبوا لي الفيديوهات تاعو وين كاش ما تكلم على فتحي غراس على فوضي البومانه على محمد تجديد على كريم طابو اللي هذول لما يدخلوا الحبس كاش ما تحرك كاش ما دار. هذا يقول معارض سياسي
المعارض واش ندور ماشي يجي كل يوم كل عشيه يتحط لي قدام كاميرا تاي 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 باش يضرب فيها مصروف. لا، المعارض السياسي اولا يكون عنده حزب سياسي هو انتمى الى حركه رشاد وكان نكره. نريد تاسس حركه رشاد وما زال عندها بوق الزحى حي، رشيد مسلي حي، عباس عروه مازالو حي، يعني باش ماناش قال نزيد. انا جاني المستشفى كنت ذكرت في السبيطار كان عندي مشكل تاع السياتيك تاع القناسة، جاو طلعوا عليا كثر خيرهم واقترحوا عليا خلينا نديروا حركه سياسيه حركه رشاد. قلت لهم لا، انا ما نديرش داخل انا ولا المعارضه من الخارج، ما نقدرش نعرض من الخارج، ما نقدرش نقول للناس اخرجوا تجمهروا اخرجوا تظاهروا باش البوليس يضربهم بالقزور يدهم الاحباس ولا نضرب في البريوش في باريس. لا، هذه ما نديرهاش. انا اولا كصحفي نعمل على اداء الرساله الاعلاميه اللي العصابه تحارب فيها وجابت لنا هذيك ادوات بروباغندا تاعها، لازم نحارب بروباغندا تاع العصابه. ثانيا تنظيم حقوقي وي اللي يحمي الناس اللي في الداخل. المهم حكينا هكذا منا فهمنا والان زلنا اصدقاء واحباب. دائما الزيتوت هذا عمرنا ما شفناه في لقاءات ولا هو غير على الاريكا في دار وفي لندن ولا في العراق حبط الباريس حط روحه هو الخميني تاع الجزائر. ما نقدرش نشبهه بحدا بحدا اخر، هو اسلاماوي دونك الخميني حط روحه هو اللي راهو راح الغنوشي تاع تونس، شوف في روحه هو اللي راح يحبط زعيم في الجزائر. ايه الناس يجي تلعب على الموجه، هاي ركوب الموجه كيفاش. من بعد نسمع بلي تاسست حركه رشاد، وشكون فيها؟ بون فيها مراد دينا معروف وصديق، ومع اللي عملت امل تي في جا وعملت مع حوار على جزئين والناس تعرفوا عليه، عرفوا شكون هذا عمر مراد دينا، ماشي هذا الاسلاميس باربو ذاك ما يحبوا يصوروه النظام. لا، شافوا هذا انسان يعني مهندس عنده الدبلوم عنده كذا، انسان شيء اخر. الجزائر خسرت كفاءة ما كانش مثلها، ما كانش مثل زوج في الجزائر. بس عباس عروه قالت اوكي وي، رشيد مسلي راه ما نهدروش، دخل الحبس وتعذب وكذا في التساير كان محامي، يعني ما عندك ما. ومن بعد كاين زوج، استغربت سيب العربي زيتوت يقول لي ما عمري ما سمعت به. وقتاش دوك بدا يبان؟ 2007 2008 2008 حركة رشاد 2008 يخرج هذا. والله ما حاولش نسقسي عليه، المهم جي با كوردي دابورتونس باسكو انا تميت محمد سمراوي مؤسس حركة رشاد. هدرت مع مسلي وعروة ومراد دينا، قلت له انتم واش بيكم تجيبوا واحد اللي كان مسؤول على مركز التعذيب تاع شاتو نوف ديروه مؤسس حركة رشاد؟ هاي لا لا لا، زيدو ما تبقوش خبر خماس وبقى غايب وقتاش بدا يبان. بدا يبان في 2014 2013 مع اليوتيوب هذا. ولا معارض خويا قول لنا هل صدرت له نشريات كتب مقالات؟ شفناهوش. يقولنا اذا دعم ماليا
حركات يعني نشاط سياسي ضد النظام مثلا، لأنه اليوم احنا حابين مثلا نفعلوا دعاوي ضد النظام فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان، فيما يخص القمع اللي راه مسلط له الشعب الجزائري، يعني بزاف حوايج باش نتكلموا عليها لازم باش نتحركوا نرفعوا دعوة في مجلس حقوق الإنسان، في المحافظة السامية لحقوق الإنسان، على مستوى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نراسلوا الاتحاد الأوروبي، نراسلوا رؤساء الدول مجلس الأمن، نديرهم الملفات، كاين ملفات، ولكن هذه خويا تتطلب وقت، تتطلب مجهود، تطلب الناس مجموعة، تطلب دراهم باش تقدر تسافر وتروح تدي، هذا مش تبعثها بار ايميل، باش تروح تعمل تجمعات، تعمل منصات ناس تتكلم فيها. دار شو هذا؟ هذه خدمه المعارض السياسي. دار هذا؟ ما دارش. سيدي مع الأريكة في لندن ويحكي. طولت بيه والله. يستاهل هذا. المهم لازم ما عليك نحكوا هذا الشيء هذا. تحركش، قامش بتحركات من اجل يعني معتقلي الراي. كاش غلقوا صفحه سي ان ال دي ما سمعناش تكلم عليها. الناس راهي تحبس علاش تكلم عليها؟ يعني ما كانوا حتى السيد حاط روحو هو سرط العالم، سي لو نون بغيب دو موند، سرط العالم، حاط روحو هكا، ويقتل ذاك بريا، بعد مرقولو، دونك نحكيو عليه، ألور سيد بون واش دار من العهد تاعو؟ أنا كنت رديت عليه ثمن مرة، أول حاجة بدا تهجم على أنور مالك. ويتهم فيه باللي كان يقتل بيديه في الناس. إذا كان هذا الكلام صح أرفع به دعوة. أنت في حركة رشاد وتعرف رشيد مسلي اللي هو المدير القانوني تاع منظمة كرامة، تروح قال نشكو به سيدي وخاصه منه أنور مالك، بعكس سي زيطوط رفع دعوة ضد النظام الجزائري عن طريق منظمة تريال. اي نعم، ومن ضمن الشيء اللي داروا لما جابوا جرا سلطاني لجناب باش يدير محاضرة ليه، ومعروفة بجرا سلطاني أحد زلام العصابة، شكا بيه وكنت انايا اللي كنت في جنيف مع رشيد مسلي، لان رشيد في كل حالات توجدوا دائما. حضرنا الملف، انور كان في فرنسا، حضرنا الملف في جنيف، فهمنا بعد جاء انور التحق، انا دخلت فرنسا وهو جاء وخبروا الشرطه السويسريه، كنا راح نديروا نفس عمليه نزار، نفس عملية نزار، اسمع بها مشات أهرب، أهرب على بيا، اسمع هذا أنور مالك دارها، واش دار زيطوط؟ دار والو، لما ترفع الدعوة ضد نزار، أنا في هذيك أكتوبر 2011 كنت في تونس، نغطي في الأحداث ذاك الوقت في تونس، كانت تحضيرات عن انتخابات وكذا. يعيط لي انور يقول لي راه محكم نزار في سويسرا. وانا بالي قلت هذا اللي يديرها مسلي، ما كانش واحد اخر اللي يديرها. عيطت له رشيد واش قال لي وي. قلت له راني جاي شاهد. كنا باربعه. نعم رشيد مسلي مازال له حي. وقل زيدون يقول عليا نكذب. لا قول له يقول عليا نكذب.
كنا بالاربعاء كنا غدوه الخميس ندخل فرنسا، الجمعه راني عندك في جنيف، هو اللي جاني المطار وسناني في جنيف وسجلت كشاهد في القضيه. زيتو واش دار في قضيه نزار؟ يبلبل برك باش تعرف الفرق ما بين ناس اللي تحرك وتكلم والناس اللي تبلبل. دونك تهجم على انور مالك، رديت عليه سكت ما ردش عليا. زاد تهجم وحب يدافع على المخابرات الجزائرية لما دبروا مؤامرة ضدي باش يقتلوني، وكنت انا قلت في القائمة كاين خمسة المتحدث انور مالك، فرحات مهني، امير ديزات، وعبد الصمار. مزيدو ماهوش في القائمه، ماهوش مقيمين ولا صاحبهم، ماهوش قايمين. يروح هو السيد يقول لا ما كاش منها، ويا صاح المؤامره ضد هشام عبود برك، وهشام عبود باش تكرم مع ذو عنده شوفها، شوف كاش. وزيد ماشي مخابرات، هي مشكل بينه وبين لطفي نزار ولد خالد. شوف كيفاش يحبطنا، اعطيته الحس. انا شوف انا ما نتبلاش، ولكن واحد يشوفه باش يضر الراي العام يجي يكذب، ردوا لبلاصتو. رديته لبلاصتو، ما ردش ما تكلمش. جات قضيه امير ديزاد، حضرنا بالعقليه يا ولدي مع البليس. بعد ولا خرجها طاي طاي، اعطيتو الحس في اوت 24. وعلاش ما تردش كاع هادو ما نكشف فيه؟ لان على بالي بما عنده حتى علاقه بالمعارضه، نكشف فيه ما يردش عليا، بانو يخاف مني. وكان لا نهار اللي درت امل تي في عرفت الناس كامل بما فيهم فرحات مني، قال انا يعطي درابو مازال ندير درابو كبير. انا احترم كل الناس، كل الاراء، ارواح. سلال جبته، جبت مدير تاع جريده وستنفو، يعني برو بوتفليقه، ارواح. طبعا مرادين او المعارضين كامل جاو، المعارضين كامل جاو. جبت ابو جرا سلطاني، جبت بالقاسم ملاح احد مؤسسي لاراندي، لاني انا مانيش تاع نواجه. قال كاين لو ديبا، يا لو ديبا عندي الصرف ما تكرديليش. سي زيتوت جماعه اللي خدم معايا قالوا نجيبو، قلت طبعا نجيبوه. اكثر من مره يعرضوه ما يحبش يجي، يخاف، يخاف المواجهه، يخاف المواجهه هو وعلي غديري ورشيد نكاز، يخافوا يجوا. لا هادو خافوا يجوا، الباب مفتوح. علاش خايف؟ خاف النقاش، لان عندنا ما كاش تهدر وحدك، كان يجي ناخذ، كان عبدو سمار كنت نخلصو، هو يدافع على العسكر ويدافع على القيد صالح وانا ضدهم. الناس تقول لي كيفاش تخدموا عندك؟ ايه نخدموا عندي، ايه نخدموا عندي، هذه هي حريه التعبير، هذه هي حريه التعبير. أرواحك، وهذه قوتك، تبين راك قوي لما تخاف تهرب من النقاش، سيك باسكو انت ضعيف وما عندكش باش تدافع، وما عندكش أفكار. دونك سي خونا، نقول لك الكلام هذا كله سيدون، سيدون ويدخله مزبلة التاريخ، ونعطيه فرصة باش يشكي بيا، يقول راه قدح وكذب. وإلا كاينه كلمة واحدة ماشي لا نقول فيه افتراء على زيتوت، نلغي كل شيء ونتحداه يبين لي غير جملة واحدة قلتها ما كاش منها، نحيلو هذوك ثلاث صفحات اللي راح ندخلو بهم من زبالة التاريخ، نحيو ما نديروهمش. هاي ندير لو كادو، نعرفش راني ندير. أرسي خونا واش يعرف؟ لا شوفوا أنا كيفاش، يعني الضعف تاع هذا زيتوت هذا،
لي ما يقدرش يدافع على روحه، يزيد يبين ضعفه ومستواه، مستواه المنحط، مستواه المنحط هذا يعني ما فيه حتى هدرة. واش يقول زيتوت باش زعما يسبني ولا يديرني؟ واش يقول؟ شوفوا الغباء تاعو، شوفوا الغباء تاعو. نحكموا نقطة بنقطة. يقول معناها تسمعوه بذنيكم، ما باش نقولوش بلاني نزيد عليه، سمعوه مليح مليح. يقول ما عنديش علاقة بالصحافة. شوف في 2021 واش يقول عليه. هو اللي كان موريها. حيا الله الاحرار. ايوا حيا الله الاحرار. اسمع مليح زيد. سمعناها من خاوتنا ومواقف، وكذلك خاوتنا عبود، عبود هشام كان ضابط سابق في المخابرات، وثم اصبح صاحب صحافه وقدر صحافه في الجزائر، وهو ضابط سابق يقول انه صحفي ما عنده حتى علاقه بالصحافه في الحقيقه. هذه من 2024. نعاود نسمع مليح اسامي. في الصحافه في الحقيقه، وقبل الجزائر كان يكتب ودار حتى قناه تلفزيونيه فيما بعد، وما زال ينشط وصحفي. هو يقول، هو حتى يقول انا مانيش انا نقول انا مانيش معارض. المعارضه خليتها لزيتوت. انا مانيش معارض، صحافي. صحافي باش نكافح البروباغندا تاع النظام. وخليتها المعارضه لزيتوت. زيتوت من جهه يقول هي شاب صحافي، من جهه يقول ما عندوش علاقه بالصحافه. بس نعاود نسمع. قالك خاوتنا عبد الله الاحرار. سمعناها من خاوتنا ومواقف، وكذلك خاوتنا عبود، عبود هشام كان ضابط سابق في المخابرات، وثم اصبح صاحب صحافه ودار صحافه في الجزائر، وهو ضابط سابق يقول انه صحفي ما عنده حتى علاقه بالصحافه في الحقيقه. ما عنده حتى علاقه بالصحافه. هذا زيتوت يقول ما عندي حتى علاقه بالصحافه، هو اللي قادر ينحي لي الدبلوم تاعي، شهاده في العلوم السياسيه والاعلام تخصص الصحافه، قادر ينحيها لي. هذه جبتها من 78، هو كان مازال له يلعب في الكراكب. يقدر هو ينحي لي، يمحي اسمي من لي زارشيف تاع جونيس اكسيون، تاع الهدف، الجمهوريه، الصحف اللي اسست. هو يقول الصحف، يقول كان ضابط ولا صحفي؟ لا سيدي، كنت صحفي من قبل، كنت رئيس تحرير مجله الجيش. انا سمعت رئيس تحرير على سن 24 سنة في عمري، لما كنت أنا رئيس تحرير مجلة الجيش بكفاءتي جبتها. ومن بعد قلت ستوب، أنا اللي حبستها، وما زالوا محيين وشاهدين شفيق مصباح ورضوان بن منصور، منصور رضوان، المهم زالوا محيين. قلت لهم حبسوا، قعدت باش اللي فيها رقابه نحبسوا، والجريده ما عادش تباع وتخرج من السوق، ما تبقاش في السوق، تولي جريده عسكريه محضه. انا حبس مجله الجيش قال ما تعادش ها، ونقول فيها شفيق مصباح مازال له حي، ورضوان مازال له حي، والصحافيين اللي يخدموا معايا مازالوا محيين. خلاص ما بقاش سياسه في الجيش باش تولي فيها رقابة وتولي فيها، لا أنا ما أخدمش تحت الرقابة.
ما يديرهاش هذه الزيتوت ولا غيره. مواقف هذه افتخر بها، اما افتخرش بولونجري ولا بكوميرس ولا بارتما ولا بدار شريعه. انا عاش ما كسب ما تماخلا، الحمد لله عاش ما كسب ما تماخلا، على هذه اللي ما عندي ما نخاف، ما عندي ما نخاف. هاردون قال ما عندش علاقه، هو اللي قال صح. انجول افتراء اخر، جبد حكايه، قال كي هشام عبود كان يخدم مع الموساد وصور ابو نضال وباعوا للموساد. شوف يعني مين يجيب هذا الكلام. اولا اذا كانت صح، انا كنت عميل للموساد، كيفاش انا كنت في جلسه المخابرات بعد خرجت وقعدت نعطيكي في الموضوع الاول نكتبوا ضدهم يرفدوني؟ اوب قال هاك. شوف رغم تفاهه النظام سواء من عهد زروال، لان انا ضد النظام في كل الاوقات، في كل الاوقات انا كنت في كل الاوقات يعني ضد النظام، ملي كنت في الجيش انا ضد النظام ونتحدى سي هذا زيتو. ارشيف ما دخل الجيش موجود، ارشيف ما دخل الجيش موجود من عام 1900، من اكتوبر 1979 الى غايه ماي 1985، اذا يوجد لي مقال واحد افتتاحيه واحده اتمجد في النظام اتمجد في الشديد حداء، نقولها بالفم والملا اجبد تسيبني مقال واحد نمجد فيه، حتى الافتتاحيه اللي كانت تخرج. بالعكس الناس اللي كانوا يخدموا فيها كل الصحفيين الجزائريين اداوا الخدمه الوطنيه في مجله الجيش تحت قيادتي، وهذا الشيء يشرفني. عرفوا مليح لما حكمت المجله كرئيس تحرير نحيت كل صفحات هذيك اللي الرئيس استقبلها والرئيس دشانا والرئيس قال والو، هذه تجي في صفحتي هذه اخبار، تجي في صفحتي لا اكثر ولا اقل، والباقي تحقيقات ريبورتاجات دراسات شيء لا 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 جدا. مازالوا الناس اللي داروا الخدمه الوطنيه يعرفوني، ما نتكلمش انا هكذا كبر شغلو يجي واحد يقول لك كنت تكذب. يقول لك تكذب ما كانش منها، انت كنت تسانسوري، انت كنت دير، انت كنت دير. ما تسيبش يقول لك هشام كان يسانسوري، ما تسيبش. باش زيتوت يوصل عندي، انا رضوك يجي يروح يجيب لي هذه حكايه موساد وكذا. اولا هذا غبي، قلت لكم شو النظام الجزائري رغم غبائه عمره ما قدر يجيب لي هذه الحاجه لما كنت انا نخدم في الجيش، ما قدرش يزيد. قلت له مافيا دي جينيرو تلموا كاع في المكتب او محمد سيفاوي مازال روحي ما هذا بلا لا محمد سيفاوي كنت معاه لما عيط للنزار وقال له اسكو شفت كتاب جديد وبدا تكلمنا، قال له طلعنا عند توفيق وقلنا له اعطينا واش عندك عليه، انا ما عندي والو. وتوفيق خذا حتى قال فيكس في مافيا دي جينيرو، قالوا ما عندي والو ما كان والو، روح نشوفوا لك حكش ما عنده، راح نشوفوا لك الله يرحمه، قال نروح تخرفوا هذا، راح تسيبوا عليه، عاش ما كسب ما تماخلا. انا ما كانش عليه يقدر يجي يجبد لي كيما راني نجبد اليوم الزيتون، تاك 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 تاك، كانش اللي يقدر يجبدها لي، قول لي هاك واش درت واش درت، ما كانش. سي سا انا قلت بيض كي الحليب، على هذيك لما تكون فيك تخشى ما تقدرش تخرج تتكلم. ها شو كي موسخ، هاني جبت له الوسخ تاعو كامل، شفتوا كيفاش؟ كي موسخ جبت له كاع الوسخ ديالو، هذا واش بغى؟ قال له موت. ولكن هو غبي، انا تشرف واليوم مازال موجودين، وديك المرة جوزت واحد فلسطيني مستشار أمني لمحمود عباس وكان يخدم في الامن الموحد مع ابو اياد الله يرحمه، ويعرفني واش درت
لما كان الجهاز الجزائري مخترق الموساد داك اللي كان حاكم الملف. نعم داك اللي كان حاكم الملف. لما تجي تقول لي انت الاخر تم اختطاف طائرة الجابرية وجابوها للجزائر، وين كانوا خيك؟ كنت في قلب القضية. وشكون دا لي دو شيف دو كوموندو تاع الاخر لبنان في شهر رمضان؟ داهم مخيك يجي لي بعد كذا زيد تبلي باع ابو نضال. تقدر تقعد مع ابو نضال وتصوروا يا بغالون؟ تحسب الناس نوها؟ تحسب الناس نوها؟ تقال له صور ابو نضال بعد صورته للسيه وقتاش مات؟ اي قولوا يا صح، قولوا سيدي قعدت صورته وبعتها للسيه تريبيان. واش داروا بها السيه؟ قتلوه. وقتاش مات ابو نضال؟ ما عرفنا وقتاش مات ووين مات وكيفاش مات. ابو نضال مات في 2002. انا 2002 كنت كنت في فرنسا، كنت خرجت لا مافيا دي جينيرو. هاك تشوف وين وشكون قد قتلوه؟ لاسيه. ما قتلوش لاسيه، فيه احتمالين. فيه جهات فلسطينية يقولوا باللي صدام حسين هو اللي عطى أمر قتله، وفي آخرين يقول لك لا هو انتحر. كل واحد باش يقول مهمش. هسيدي يعني صورته وأنا ما فيش تقعد تصور وتروح تبعث؟ وين راح تقعد تصوره؟ وين راح تلاقاه؟ اش كنت نقعد معاه؟ عمل ابو نضال هذا يتقنى وتصوروه من تصويرته للسيه. وعلاش راهو قاعد يدور في القهاوي باش يعرفوا تصويرته؟ اش بيه هذا؟ انا مستوى قلت لكم شوفوا مستوى تبون وشنقري عاودة وقال لهم فاتهم فاتهم. احفر احفر 20 متر تحت النيفو تاعهم. كيفاش تقول تصور ابو نضال وباع التصويره تاعو للموساد ولا للسيه؟ واش داروا بها؟ هاي وانت درك صح راني صورته وبعت لهم التصويره محكوم واش راح يديروا؟ يعني يقول لك كان يقعد في القهاوي، كان يدور يسيركولي، ما كانش عايش في الجزائر دابور. هاك ما تعرفش، ما كانش عايش في الجزائر. ابو نضال جاء للجزائر في الدوره 16 تاع المجلس الوطني الفلسطيني. اروح حتى اقعد معاه ولا صور خيبة غالون. شو مستوى منحط ما صابش واش يجبد. لو هذه كانت مجرم جبتوها لي سيادك اللي راه محركينك اليوم، راه جبدوها لي قبل منهم، راهم جبدوها وعلى القوني لما خرج لما بديش نبس بعد دخلت انا للجزائر. يعني ما نحاربش النظام من الخارج، انا حاربته من 92 لسبعة وتسعين، خمس سنين وانا نضرب فيه في الداخل ونغامر. اربع احكام بالسجن وقريب دخلوني للسركاجي. 2011 زدت دخلت وزدت ضربت لهي ما سكتش، وما زالت سجيلاتي في المغاربية وفرونس 24 وش كنت تكلم على النظام وانا في الجزائر. ما يقدرش يديرها هذه يا زيتوت. زيتوت مكتب ما دار كتاب ما جاش في كذا وخاف يدخل. علاش ما دخلش في 2011؟ قال واحد بس كانت ذاك الوقت الربيع العربي وذا بروفيتيو بلوكازيون. علاش ما دخلتش؟ عينيك لنا. الوغ دونك هادو اللي السيد جابهم قال لك راهو ابو نضال. نزيدو من الاكاذيب تاعو، وهذه موثقه، هذه موثقه هاسنا نروح نجبدوها، لازم نجبدوها، هذه موثقه. لازم نجبدوها. ايوه ايوه كنت درتها في ال
شوف نورمالي دات لا كابتور ديكران تاعها. تشوفوها يعني هايليك هايليك سي زيتوت. وين تروح وين تروح؟ شوفوا مليح يتفلسف يدير روحو عنده معلومات وعنده كدا وعنده كدا. شوف نحيو هاد لابار باش تبان الكتيبة. هذا في الفيسبوك يقول مدير الشرطة فريد بن شيخ قام بتسريب كل البيانات إلى فرنسا، العصابات تكشر عن كذا. يقول باللي فريد بن شيخ قام بتسريب كل البيانات إلى فرنسا، واش البيانات تاع الجرد، الملف تاع الجرد. شوفوا سيسلم لانه ما يتبعش، لانه غبي ما يتبعش. البيانات يتكلم عليها في التليفونات تاع الجرد صاحبه، اي ولا اصحابه ما درك، يتبناو نفس الاطروحات تاع العصابه. العصابه يتهموا بن شيخ بالتخابر مع فرنسا. العصابه ما قالوش سر الملفات. شوف يعني النظام يحوس المخابرات الحوش كيفاش يضربوا بن شيخ افا، ما لحقوش يقولوا سر الملفات اللي في فرنسا. قالوا عنده علاقة مع سفير قديم معروف ودريان كول، ومع مستشار ولا موظف كان في القنصلية الفرنسية. هاو لا ما قالوش سر، لأنه لو قالوها يكونوا فريمون مستوى الله ينور، يكونوا في مستوى الزيتوت. مستوى الزيتوت قلت لكم راهو تحت مستوى العصابة. وعلاش ما يقدرش بن شيخ يسرب الملفات ولا اللي توجدت في التليفونات تاع الجرد؟ لسبب بسيط يا بغلون تغيظ الله تغيظ، انه اللي كانوا عندهم الملفات هم الفرنسيين، لانه الجرد وين تحكم؟ تحكم في فرنسا، تحكم في فرنسا الجرد. التليفون الاول، التليفون الاول نحاولوا اللي عطالو طريحة وخلاه يعيط اي اي يا كارلوس، ما عطاش الاجهزة الفرنسية. حتى لو عطاهم الاجهزة الفرنسية دونك ماشي بن شيخ، لانه هذاك بعثوا لبن شيخ، بن شيخ داه التبون. شفت كيفاش؟ هذه الاولى. واش السر من الفرنسيين؟ الفرنسيين داو الرسمي، داو ثلاث تليفونات ولابتوب و ستة تعني فلاش ديسك وتسعة تعني بيوس. وش يسربلهم هما؟ ما يسربولو يا بغانون. شوف يعني كيفاش يفضح روحه. وبعد قال هدر عليه، قال في قضية تاع بن شيخ، أنا بن شيخ فريد لما تكلمت عليه لا الجد ولا عبدو سمار ولا هو اللي حتى البارح باش تكلم عليه، لما تكلمت عليه جبت الوثائق انه جد باباه كان زواف، جد باباه كان زوافي، وجبت عليه انه كانت تلقى تكوين في فرنسا واشتغل في السجون الفرنسية في وزارة العدل. وقلت مش ممكن واحد يشتغل في وزارة العدل ما عندوش جنسية فرنسية. راح سؤال ما قلتش عنده جزء، قلت ولكن مش ممكن حد يخدم عند باش يخدم كونتراكتويال من هنا يقدر ما يكونش عنده جنسية فرنسية. كان عنده بطاقة إقامة وقلتها لما تكلمت أنا بن شيخ ما سنيتش يعطيولي إيعاز يقول لي تكلم عليه،
كيما ما تكلمش عليا وما ردش عليا حتى النهار الخميس ولا الجمعه درك هذا 4 ايام الا باش تكلم عليا. ايه باش سيدي تكلم وعلاش؟ بإعاز من العصابة، الناس اللي راهم مجندينو، لأنه الناس كما يلاحظوا زيتوت هجم على خلينا من قبل على أنور مالك وكذا وكامل، ولكن غلق القناة وسرقة قناة أمير ديزاير سرقوا في قناة تاعو. يعني الشيء اللي عجزت المخابرات الجزائرية ديرو داروا زيتوت، غلقوا القناة وسرقها له وداله درامنا. نالي قلنا له انا على البليس رد للراجل القناة ديالو، ما قلنالوش العيب، انا على البليس رد للراجل القناة ديالو. هذا ما كان تكلموا معاه ناس شحال من واحد قال لهم لا انا خاطيني خويا. خوك شكون هذا؟ خو هذا انسان عريان ما عايش في الهكدا يبزنس به ودار به شردومه من هذيك القرده تاع باريس ومن هذا من شردومه. وداير الشيء اللي احسن مادام تكلمنا على هاد الشردومه هذه اللي كانوا مع زيتوت منهم تخبونا هذاك ولا بخطر خطم او اللي وجه الطبه هذاك بخطوبه ولا بخيوطه ولا. المهم هذا كان يمجد فيه بعد الليلة. دونك كانت مجموعة نصهم ديجا رجعوا للجزائر وانبطحوا، وبقى النص الآخر اللي فيه زيتوت وخوه ومجموعة أخرى درك راهم قاعدين زعما يتفاوضوا. وسي زيتوت درك شنو يقول؟ يقول لابد من التفاوض وانه يلزم ينحي الجنرالات ويلزم كذا منا، يعني يتفاوض معاه. شكون يتفاوض معاك؟ راهم يطمعوا فيه، راهم يطمعوا فيه. والشيء اللي موجود هنا كنت انا جاي نهار 20 سبتمبر ما حبيتش نفتح عقد بالعقل حتى نتاكد، حتى نتاكد، حتى نشوف انه هذا الشيء موجود في جهات اخرى. ها ها وجه ها وجه. السلام عليكم اخي هشام. البارح شفت الاسلاموي المنافق العربي زيتوت في مقهى ستاربكس قرب فيشبوري بارك يتفاوض مع شخص يبدو انه مبعوث من تبون. انا كنت مع زوجتي البريطانية وانا ابيض البشرة، لهذا ما كانش عارف اني نفهم العربية. نكبروها باش نقدروا لها. ما كانش عارف اني نفهم العربية. شكون الفوض هذا الشيء اللي فوض هذا الشخص بانه يمثل ويتفاوض باسم الحراك في السر؟ نذكرك انه دار نفس الشيء مع وسيم بوعزة وفي نفس الوقت كان ضد تنظيم الحراك. هذا الشخص اقصى الجميع من الحراك وحاب هو يتزعم وحده. اكشفوا وخبر جميع الحراك وخبر جميع الحراكيين والمناضلين ان زيتوت وراشد راهم يتفاوضوا مع تبون باسمهم في السر. هو انسحب من رشاد على كل حال، يعني هوش باش ما يمدش اشتراك. نزيدوا الثانية. زيتوت كان في سيارة بي ام دبليو اخر طراز. الشخص الاخر شاب لا يتجاوز سن 40 كان في سيارة تسلا، ومن هندامه وطريقة حديثه نظن أنه مغترب وليس مقيم بالجزائر. هذا الشاب طلب من زيتوت عدم انتقاد فرنسا لأنها تدعم جناح تبون، كما أن الأتراك لا يمانعون العمل مع حركة رشاد، كما طالبه بشيطنة جنرالات العشرية السوداء في لايفاته حتى يعطي شرعية لقرارات تبون، كما أنه طلب منه الإذن ليعطي رقم هاتف زيتون لشخص آخر لا أعرفه. الشاب قال لزيتوت أن عبد العزيز بالخادم يرسل له سلامه وتحياته. تكلموا أيضا على شنقريحة الذي يبدو أنه ما زال متردد ومتخوف من التعامل مع حركة رشاد
بعد أن وافق ومتخوف من رد فعل مخابرات التوفيق، متخوفين لو يعدل في قراره. وحسب الحوار سيكون هناك لقاء سري بتركيا بين أعضاء حركة رشاد ومقربين من تبون. هذه معلومات جاتني في 20 سبتمبر، وترددت على نشر حتى تأكد من صحتها، وإلا ما نشرهاش. ظنرني هنا هايليك، تشوفوا العنوان 20 سبتمبر 2004 1h46، ما تكلمتش، اما تسرعش، ما تسرعش، مشي قال جاتني لها، خليه تحت الجاب روحه بروحه، جاب روحه بروحه السيد. انا على كل حال لما تاكدت كنت راح نتكلم، كنت نزيد انكور نبحث، شوف مصادر داعي، انا مصادري ماشي روح نغرب الناس كما دار هو مع بن حليمة ومحمد عبد الله. شكون غرب بيهم؟ شكون غرب بيهم؟ شكون رماهم في يد المخابرات؟ كيفاش الراجل كان بن حليمة كان في باريس في مستشفى يعالج، كان عنده انهيار عصبي وكذا، هو لانه ما عندوش الحق في طلب اللجوء في فرنسا، ولكن قادر يطلب اللجوء استثنائي لانه حياته معرضه للخطر، معرضه للموت. لو بقى في فرنسا ما كانش يتم تسليمه، ما يتسلمش فرنسا، ما تسلمكش لانه كاين قانون. واش يدير له سي زيتوت؟ يحرش خوه وقردة باريس مجموعة تاع الشرذمة هذه ديالو، وش يديرو؟ قال يدور بلجيكا يهربو. خليهم، علاش مهربو من فرنسا؟ علاش؟ وين يدور؟ باش واش يديرو؟ يشرولو جواز من السروق، يشريولو جواز من السروق، جواز من السروق راه مخبرين عليه، بمجرد انه هبط في لشبون جانا هوب تحكم جواز مسروق. وزي كي تحكم في لشبون الدوري الاسباني، روح واش داك؟ يقول له ما قدرتش نروح نشوفو لاني خفتو كان يوقفوني اسبانيول، شفتو النفاق؟ عنده جواز بريطاني، واش ماهوش راح جواز جزائري؟ ما عنده جواز جزائري، ماهوش كي حالتي انا، جواز جزائري نمشي بيه وين دور؟ يقول لك هاد فيزا وين دور بدا وز العصابة تقابر بجميعا يجدوه، ليش؟ بصح يجدوه رغم أنفهم، لأنه ممنوع عليهم باش يجردوا مواطن من جنسيته. وداروا هذا أكثر من مرة، داروا هنا في عام 2000، داروا هنا في عام 2014، بالدراع ديرنا في 2006 ثاني، ما يحبوش يعني لا انا ولادي وزوجتي كامل على جواز فرنسي ولا بريطاني. احنا عايشين معاناه الشعب الجزائري بالجواز هذاك. ما رحتش حليت كوميرس ودرت جنسيه فرنسيه، واليوم داير شركات تاع البيتكوين تاع كذا، منا مش عارف عليها باش مازال ما حققتش فيها الحكايه هذه، ما نذكرهاش. وليك السيد هاي خذا على راسه فيها بركة عليه، هاني يا صاحبي ساعة ونص فضحته. أنا نقول له هذا الشيء راح يتكتب يدور، نعطي له فرصة باش يقاضي الصحف اللي راح ينشروا ثلاث صحف، وراح الموضوع يتنشر بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية وبالإسبانية، يعني نمرندك نمسح بيك الأرض، ندخلك لزبلة التاريخ بكل اللغات. الكتاب تاني راح يترجم الى اربع لغات، يتنشر في اربع لغات الكتاب، يعني ما عندوش منها باش نحي هذوك الصفحات اللي